بازم زلزله، بازم زلزله. يا عبال. أكثر من 20 هزة وزلزالا ضربت مناطق جنوب إيران، أكبرها 3 زلازل بقوة 6 إلى 6.3 درجات على مقياس ريختر، فيما ضربت ذات المنطقة 8 هزات ارتدادية بقوة تزيد على 4 درجات، عدا عن عشرات الهزات بدرجات أقل. موقع الزلازل تركز بمحافظة هورمزجان وأدى لمقتل 5 أشخاص وإصابة 80 آخرين، لا سيما في قرى ميناء خمير وسيخوش. مجموع الهزات والزلازل التي تأثرت بها دول الخليج العربي أثار عددها الكبير تساؤلات فيما إذا كانت حدثاً طبيعياً أم ناجمة عن تأثير خارجي وتلميحات البعض إلى تجربة ذرية. وبحسب مختصين بعلوم الجيولوجيا فإن الهزة الأولى كانت على بعد 260 كيلومترا من موقع الزلازل الأخيرة وضربت منطقة مناب بقوة 4.2، ولأنه لا شيء يؤكد علاقة الهزة الأولى أو أسبابها وطبيعتها بزلازل هرمزجان، إلا أن مهتمين بالجيولوجيا وطبقات الأرض تحدثوا عما يطلق عليه بالزلازل المستحدثة وتأثير بعض الانفجارات القوية أو حتى الهزات الطبيعية على مناطق مجاورة بحكم ما يسمى بالموجات الاهتزازية، والتي قد تؤثر بدورها على مناطق التقاء الصفائح الأرضية وحدوث تصدعات وزلازل بغير موعدها، كما حدث عام 2017 عندما تسببت تجربة نووية في كوريا الشمالية بحدوث موجات اهتزازية وزلزال بقوة 6.3. لكن وبعيداً عن المبالغات فالمنطقة تقع أساساً على خط زلزالي، وسبق أن حدث فيها هزات وزلازل بدرجات متفاوتة، وتخلص أبحاث ودراسات إلى التأثير المحدود للتجارب الذرية على هيكل وسلوك الصفائح التكتونية. في حين ولأن إيران تسعى حقيقة لتهديد دول المنطقة، وبعد التقارير التي تحدثت عن ارتفاع نسب تخصيب اليورانيوم واقتراب تصنيعها سلاحاً نووياً، يبقى المؤكد أن أي تطور بهذا الخصوص سيعلم به الجميع وأولها الدول الغربية. فإيران مخترقة بالكامل، وقبل أيام تبين أن اللواء علي ناصري قائد وحدة حماية المعلومات في الحرس الثوري كان عميلاً لإسرائيل. أما مسؤول مكافحة إسرائيل والجاسوسية في وزارة الاستخبارات الإيرانية فكان وفق شهادة أحمد نجاد جاسوساً إسرائيلياً.